رسائل كتير جميلة على الفيسبوك. بشكر جدا أستاذ كريم أبو شلبي، أستاذ عبد الحي علي، أستاذة أسماء أحمد، أستاذ حمدي يوسف، أستاذ أحمد حربي، أستاذ محمد صادق، أستاذة منة، دكتور طارق، ميرو آخر العنقود، أستاذ طاهر أبو زيد، أستاذ إيهاب شبانة، أستاذ مصطفى سليمان نوار، أستاذ علاء محمد راسلان، دكتور تامر المغازي، أستاذ أحمد عبد المحسن، أستاذ أمين عباس، أستاذ عادل الشيخي، أستاذ أحمد المصري، والأستاذ شريف سنة. بشكركم جدا على تواصلكم الجميل. هقرا كل الرسائل بعد المكالمات دي. على التليفون الأولاني أستاذ سعيد، صباح الخير. صباح الفل على حضرتك. الحمد لله بوجودكم. بتتكلم بتلاحظ نفسك وانت بتتكلم مع نفسك ولا ما بتاخدش بالك؟ اكيد يا استاذ هادي، يعني في معظم الاوقات، يعني اكتر موضوع بيلح لما بيكون بيفكر وبيتكلم مع نفسه في موضوع يعني طويل او شغله اكتر من فتره معينه، اكيد بيبقى يعني دايما شاغل ذهنه وشاغل تفكيره وشاغل باله. طب بتلاقيه مفيد الكلام مع نفسك ولا بيضرك؟ طبعا طبعا يا استاذ نادية، مفيد جدا جدا جدا. يعني احيانا لما الواحد بيبقى عايز ياخد قرار في حياته او في شغله او في عمله او في اي حاجه، اكيد لازم الانفراد بالنفس. يعني لازم الواحد يفرد بنفسه ويقعد يتكلم مع نفسه ويعرف هو هيعمل ايه عشان يوصل للقرار الصح. يعني صح، يعني انت مركز مع الحوار اللي بتدخل فيه مع نفسك وبتوصل من خلاله الاهداف. اكيد طبعا، ده فايده للانسان على فكره. يعني الناس، في معظم الناس بتفكر للقعده ديت، يعني الواحد لما يفكر مع نفسه او يتكلم مع نفسه بيبقى يعني بيقولوا خلاص، يعني البني ادم ده بيقول معزول او بيقعد مع نفسه كتير او ما بيتكلمش مع الناس كتير او ما بياخدش راي الاخرين. لا بالعكس، التوازن مطلوب بين كلام مع نفسي وبين كلامي مع الآخرين. طبعا طبعا، احيانا الواحد لما بياخد قرار صعب جدا في حياته او بيتمثل بالنسبه له يعني قرار ده حياه او موت، لازم الواحد بيقعد مع نفسه كتير وبيقعد مع الناس عشان يعرف يقدر يوصل لانسب قرار وانسب حل له. عارف، هي بقى هنا استفتي قلبك، واستفتاء القلب هنا هو حوار مع الذات. طبعا صحيح. بشكر حضرتك جدا استاذ سعيد، شكرا، اسعدتنا ونورتنا. بشكر كمان على الفيسبوك استاذ احمد امام، بقى متابع لينا على الفيسبوك بعد ما كان معانا في الاستوديو. بشكرك جدا يا احمد، جدا يعني. بشكر جدا احمد الاهلاوي، جدا جدا جدا. بشكر كمان استاذ صلاح الزيني، صباح الفل على حضرتك. كل اصدقائنا المتواصلين معانا، محمد عبده، أستاذ كريم، أستاذ مصطفى، أستاذ حمدي، أستاذ شريف، دكتور أحمد، أستاذ أحمد، أستاذ عادل. بشكركم جدا على رسائلكم، وهقرا الرسائل بعد التليفون ده. أستاذ صبري، أستاذ صبري على التليفون. صباح الجمال. أهلا 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 أستاذ صبري الوادي الجديد. صباح الجمال على وردة البساتين حبيبة الملايين الدكتورة نادية مرشد. صباح الفل على حضرتك. ونخش على طول في عجالة الدقيقة. اتفضل. بخير هاوب كل أساها، سنة راحت لازم ننساها، سنة جاية بالفرحة هنية زي ما هي نستناها، نستنى سنة حلوة جميلة بالزبة ونعمله الليلة، والحب هيرجع للعيلة والأسوأ لازم ننساها، بالحب هنرجع أصحاب والفرحة تخبط على الباب، ايد واحدة يلا يا شباب ده انتوا الخير اللي بيملاها. صباح الجمال وصباح الفل. صباح الفل، والله ده احلى برومو كده، ختام سنة وبداية سنة جديدة، يا رب تبقى سعيدة ان شاء الله. يا رب يخليك يا فندم، الله يخليك. اشكرك.